Sen benim de gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri karıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. عمتو عمتو! شو يا قلبي؟ هي إلك من البنت اللي ساكنة جنبنا. سمعت إنه عرسك بكرة، إن شاء الله ألف مبروك أسماء. يا روحي، بينت مزقة هالبنت. مراد، تعا ابني، خود سلم عليها واعطيها هدول. لا أختي لا تبعتيهم، بلكي هلأ شافتهم وعملت لها مشكلة بسببنا. الحق معك. انت شو عم تساوي هون؟ طلع لبرا لشوف يلا. انا كنت طالع من الاول. اذا صار معي مجال انا رح اعطيها اياهم. على راحتك. عن مين عم تحكوا؟ عن جارة فاطمة يلي جنبنا، بدها تعطيها من حنتها. اتركونا منها هلا. انتو شو صار لكم سنة عم تساووا؟ عم نشتغل. لسه عندك شغل كتير ولا خلصتي؟ اها خلصت، بس بقي ارتب ثيابي بالخزانه. لك شو عم تستني؟ قولي لها. عيب ما دخلني. لا عيب ولا شيء، هي مسؤوليه علينا. يلا 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 لك امشي. شوفي فاطمة حبيبتي، في شي حابة تسألينا اياه؟ لا أنا ما بقدر. لك تعي وين رايحة؟ قولي لها بس للبنت شي يساعدها يلا. فاطمة في شي حابة تسألينا عنه حبيبتي؟ الدكتورة نزيهة فهمتني. الحمد لله. طلعت أشجع منك. أنا منيحة ست مريم، ما تحكي لي همي. قالت لي إنه هذا الشيء كان أول مرة، يعني مثل كل العرسان. أيوة. إيه برافو عليكي لك، طلعت شاطرة البنت. إن شاء الله بالهنا. حلوين كتير. ايه صحي، بس يا حرام والله لكم من الصبح. ست مريم، منيح ما اعتمدنا عجنينة وعزمنا، وإنا بتسع عليك يا دوبا وسعاني كم طاولة. ست مريم، ها في حدا ولا اطلع؟ طلعي، ما في حدا. لك ليش طلعتي؟ لسه كنا نحن بدنا نكيسك بالكيسة ونحممك حمام العروس. شبه ما في داعي، تحممت. فاطمة فيني اجي لعندك؟ داعي داعي. في شي بتحبي ساعدك فيه؟ لو بتشوفي قلبي شو عم بيدق بسرعة. يا حياتي تعي لعندي. آخر ليلة هون، كيف رح أقدر نام؟ إيه لا لا تقلقي يا عمري، هلا بنشف لك شعراتك الحلوين وبعمل لك أحلى كاسة زهورة، وبس تشربيها رح تنامي نومة ولا أحلى من هيك. يايا شايفت لك انه الدور جاي على بنتك انت. ما فهمت قصدي بنتك، وفهمي باين عليهم كثير منسجمين. انت تعبت اليوم، روح نام مرتاح وجهز حالك كثير منيح، لانه بكره رح نهلك من الدبك والرقص. ماشي، وانت كمان ارتاحي. اه كنت رح انسى سلم على كريم. اخي كريم تصبحوا على خير. وانت من اهله فهمي، شوفك بكره. على راسي. بكرة تعا بكير. ايه ماشي، عنا شغل كتير. بكفي بقى يا عريس، روح نام مرتاح. خلص خلصنا، رايحين للنام.
أوه شايف يا لمعي، ما حدا مهتم ولا كأني عريس. إيه بس بيهتموا بالعروس، بس بالعروس. تصبح على خير لمعي. وإنت من أهله؟ بكرة أهم شغلة عنا هي الكوافير، رح يساوي لنا شعرنا والمكياج. وهذا شاطر كتير، منيح إنه هو اللي رح يجي لعنا، يعني ما رح نتغلب بالزحمة. يا سلام. وبعد العصر بتبلش المعازيم تجي ونستقبلهم بالجنينة، وانتي رح تلبسي الفستان الأبيض بكير وتشبعي منه وتطلعي مثل الملك. ايه يلا يا حياتي، قومي البسي لحتى ما تبردي، وأنا رح روح ساوي الزهورات. يسلموا. كريم. ألو؟ شو عم تعملي؟ كنت بدي نام. وأنت؟ وأنا؟ هلأ زتيتوني هون مشان ما أشوفك قبل العرس؟ ليش مو مرتاح عندك؟ يعني لو كنت اليوم بس ضحكتي ضحكة صغيرة بوشي، شو كان صار حبيبتي؟ يا كريم مشان الله لا تحكي هيك، يعني من غير شيء أنا متوترة. بكرة رح أشوفك بالأبيض؟ إيه. بكرة رح تصيري عروستي؟ بكرة. بحبك كتير. وأنا كمان. مليان صحفيين قدام الباب. كنت متوقع هذا الشيء اصلا. يلا مو مشكله، من برا ما في هون يشوفوا شيء اصلا، والحراس يلي على الباب ما رح يخلوهم يفوتوا لجوا. هي الماكينه تعطلت. يا الله، وليش تعطلت بقى هلا؟ شوفها هلا ما تصلحت؟ مبلا مشي حالها.